يا أهلا، ذكر في كتاب البداية والنهاية أن رجلا رأى جرير بعد ما مات في المنام، فسأل جرير، واضح أنه ملقوف، قال يا جرير ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله ذنبي. قال بسبب إيش؟ ملقوف. قال جرير غفر الله لي بسبب تكبيرة كبرتها في البادية في مثل هذه الصحراء. الله أكبر كبيرا. شكرا. شيخ بخطيب تقدر تحلب الناقة؟ كيف ما اقدر احلب؟ شوف السنوات الحياة كلها حلبت فيها. يلا ورينا. يلا قرب اقول لك. يلا. يلا والله بطل. الناقة بترمى، الناقة بترمى. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن هلا بالشيخ. كيف حالك يا حبيبي؟ هذه اخبارك؟ خير يا ام الخير. انا اول شيء بوجه لك سلام من اهل عفيف. الله يسعدك. الله يسعدك. ثاني شيء، شو سويت في امس؟ والله ما انا مثل الناس كل شيء تتصل من رايح لعند جوز. كيف احنا ما نزلنا لا ارقام تواصل ولا اي شيء. انا معروف في اهل عند اهل عفيف، ناس طيبين وبيعرفوني وانا قديم عندهم عايش معاهم. اهل عفيف والله وسبعه انعام، جماعتنا وربعنا ونحبهم ونغليهم. الله يحفظك يا حبيبي. ايش بتسوي لنا اليوم؟ مشويات وشغل فاخر على الاخر. ما شاء الله تبارك الله. هاي هلا نقنقه بس قبل العشاء. بيض الله وجهك. طول عمرك. مساكم الله بالخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. منا وبنك ان شاء الله. يا مرحبا يا ابو ربيع. من اللي معطي جوالي عين يا اخوان؟ انا ماني عارف جالك عن بعد. والله كلنا ما نعطي عيني. هذا عارف لا علام وش الخلاف. والله صور ما يصور. طب جوالي يا ابو ربيع تراها موثق. الله يسعدك يا ما 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 لحينا من الزحمة ومن العالم ومن الملايين ومن الناس ومن يعلق. الله يسعدك. أنا وادم يعلق خلا جو. أبو ناصر، وش اختلاف الثقافات ذا الغريب؟ قهوة سودة في البار. نفسه ما تهوى. طيب يومي ما تقهوت القهوة المختصة. عندك فكرة إيش أكثر أضرار القهوة العربية ولا السوداء؟ طبعا العربية. شوف هذه لا تظلم العربية مع السوداء. نصيحة لا تظلم يا أخوي. ليه؟ هذه مساج الرأس وهذا المرض. شوف يا غازي، انا نقلت من الليالي سريت للمستشفى مرتين، قلت بقطع القهوه العربيه وبسوي برستيج وديزاين وبشرب القهوه السوداء الساخنه. هذه اشربها غازي الطيري. سريت للمستشفى مرتين الضغطك دبل شوت. اي قالوا وش فيك انت وش تاكل؟ قلت بس عالجني ثم وراء عاد الطب. شفت اللي ياخذ القهوه برستيج زي ايوه ما يعرف القهوه. القهوه هذه مخ لا اكثر من القهوه العربيه. مغر موضه بالله يسوي لي معك الحين. بس تدري وش الاشكاليه فيه؟ اللي اقنعنا من طول ذا السنين نجيب القهوه العربيه ذي ونتعب فيها وهي مره ونشربها وندافع عنها. من هو بس وتجيب لك حلقات؟ انا بفهم. وتجيب لك قلون نفس الشيء. هذا شلوم ابانا واجدادنا. خلني مشروم ذبحتني بالقداد هنا. تاخذ منا ابو كان يا رجال. ما خلينا نجيب صادق ابو ناصر يا شيخ، حتى اسماء فخمه عندك كابتشينو سبريسو. ما شاء الله عليك ابو خطيب. موكا شويه كراميل شويه كريمه. دقيقه انت تشتري عشان الاسماء؟ ايه بس تشوف اقول لك كذا ويلا الدنيا كلها ماشيه كذا. حط العربيه حتى جكت حقك عشان من حط العربيه في قهوه في قهوه بيشف في المهيله في وانت وين راح؟ دقيقه حتى ساميهم انيفه كاسره الواحش حيمة الذباب يا رجال يا مقرب.
لكن احنا القهوة السوداء الحبيبة حبيبة السوداء شيء رومانسي. ابو الخطيب والله لا تعرف لا قهوة ولا تعرف شيء. حدك عصير سنتوب يخب عليك. قولوا لا اله الا الله. خلوا ابو ناصر على راحته يشرب قهوه الله يبيض وجهك يشرب قهوه خضراء يشرب وانا بشرب معك من القهوه. شفت لو تاكل من التراب هذاك والله لا تجي تاكل تاكل يا ابو ناصر ما له احد عندك شايف انتم منكم عند الشايف لا تشرب صلي على رسول الله اللهم صل على اختلاف الاذواق لبارت السلع السلع كل يشرب اللي يبغى. انا يا اخي انسان احب ذوقك واعرف انك ذوقك سبلي واعرف انك سبلي منها سبلي هو ما تبي هو ما تبي يا مخلد هو ما تبي يا مخلد يا مخلد شوين باخي شوين الى بوتيه بوتيه ينطلق بكره لصالح نادي الوحده بوتيه يلعب الكره في الامام واصل الكره الى نور الرشيدي ونقله من الرشيدي لكنها ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن هاي حبيبنا على عيوني وهاي دبس الرمان فوق الصفائح الشاميه بيض الله وجهك يا جماعه اهل الطلعات هالايام والاجواء الزينه عفيف وما جاورها هذا الرجل يجي بسيارته لحد المكان اللي انت تبغاه يجي فيه يسوي لك شغل ما شاء الله تبارك الرحمن شكرا يا حبيبنا الله يعطيك الصحه والعافيه ويسعدكم دنيا اخره امين وانت كمان يا حبيبنا ما احنا ناسينك وكلام انت سبسبه شغل الله يعطيك العافيه من وين انت من باكستان ونعم 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 الله يحفظك الله يسلمك يا غالي الله يكتب لك الاجر والصحه والعافيه يا رب امين يا رب ايش تقول ابو سمير سبسبه ايش يقول الله يوفقكم الله يوفقكم يعطيك الصحه والعافيه بالعافية يا شباب وشدوا حيلكم ترى الشغل حامي وحوالة بقيمة كم؟ 1000 ريال ألف فك 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 من هذا ما نبع في هالف لا لا الحوالة لا والله ما تجي لها كفو كفو يا ابو ناصر متسابق جديد ان شاء الله عندي بيض الله وجهك بيض الله وجهك انا ما بعشر لا مو الحين مو الحين مو الحين اصر اصر والله هذه صادق فيها تعشوا ابى اسدكم اخوك تعشوا ابو عتيبه ابغى حواله عتيبه فيه اخذها ابو عتيبه فيه